الشهاده لله. اكتر حاجه عجبتني بقى سكالتون عملها النهارده فكره ال 3 4 3. فكره 3 4 3 كنا بنتكلم بيها ماتش سموحه اللي فات، هو ان عندك مشاكل ناحيه اليمين صح، انت مش واثق في اي حد ناحيه اليمين فبتلعب عبد الله جمعه. بلاش يا عم تلعب بناحيه يمين وناحيه شمال، بتلعب 3 4 3، العب 3 4 3 وحط اي حد ناحيه اليمين زي ما انت عايز، حط اللي انت عايزه، انما العب بثلاثه تحت، العب بالونش والعب بعلاء والعب بلعيب زي محمد عبد الغني. الراجل النهارده لعب بثلاثه تحت كويس جدا، ابو الفتوح لعب ناحيه الشمال مكان شيفو، وناحيه اليمين حمزه المسلوسي رجع تاني يبقى ظهير يمين مكان لعيب زي عبد الله جمعه ما كانتش بتاعته. نص ملعب بقى الزمالك هو اللي فيه مشكله بصراحه، لان طارق حامد ملوش بديل في منتخب مصر ولا ليه بديل في الكره المصريه، فبالتالي طارق حامد هيكون فيه مشكله كبيره انك تعوض غياب طارق حامد كنادي الزمالك، والزمالك بيعاني معاناه غير طبيعيه من وقت غياب طارق حامد. مفيش لاعب عارف يسجل حرفيا، مفيش، كل اللعيبه اللي ممكن يتم تجربهم في المركز ده تم تجربهم وفشلوا فشل رهيب. هو الاساس اللاعب ثلاثه تحت مش عشان يقفل موضوع الباكات اللي هو خايف منه بيعاني منه، هو خايف من الباك اليمين اه، بس هو بيلعب بثلاثه تحت عشان يسد العمق، العمق اللي فاضي جدا بغياب طارق حامد، فهو بيلعب بثلاثه تحت عشان هو ما عندوش ثقه بباك يمين ولا عنده ثقه في نص ملعب. ولو تيجي تتكلم ككوره، فرقه كوره نص ملعبها مش موجود، فده معناه ان انت بتهرج بجد والله، اللي هو انت بتهرج. اه مدير فني قال الماتش غلط، اه مدير فني غير غلط، اه مدير فني كان باني هجومه على ان هو يلعب كرات طوليه لاكبر لاعب سنا في الملعب هو شيكابالا. شيكابالا كان مفترض ان هو بيروح بالهجمات المرتده الشوط الاول امام سجرادا. شيكابالا بجد مش تهريج والله، شيكابالا هو اللي كان المفروض ان هو يعمل زيادات هجوميه ويستغل المساحات الفاضيه في خط دفاع سجرادا، هو ورزاق السيف. رزاق السيف اللي من سوء حظه انه رجع الزمالك في فتره كلها مشاكل وفتره كلها اضطرابات ولاعيبه في غرف الملابس الدنيا بالنسبه لهم مش مظبوطه علشان يستقبلوا لعيب مفترض ان هو راجع لهم من الاعاره. سيف الدين الجزيري كان تايه، لان مفترض ان احنا في المساحات دي طبيعي مش تلعب في العمق، هتلعب على الاطراف. ومعنى كده ان سيف الدين الجزيري هيكون تايه بالنسبه لك. هتحتاج سيف الدين الجزيري في الكور الثابته، الكور الثابته بالنسبه لك انت كباتل سكالترون محمود علاء ثم محمود علاء ثم محمود علاء. اول واحد بتلعب له اي كوره ثابته بيكون محمود علاء. يعني انت بالنسبه لك دلوقتي خسرت لعيب زي سيف الدين الجزيري، كنت بديت بعمر السعيد يا عم، وعمر يجيب لك كور من فوق وينزلها لزمايله، لا انت بديت بسيف الدين الجزيري. طيب حسيت اني قيمت فرقه سجرادة غلط وحسيت ان انا احترمتهم زياده عن اللزوم، اجي الشوط الثاني غير بقى، فالشوط فعلا الشوط الثاني غير رزاق السي اللي كان تايه تماما ونزل مكانه اشرف بن شرقي، علشان بن شرقي وابو الفتوح يبداوا ان هم يقودوا حملات الزمالك الهجوميه. بس لو بن شرقي وابو الفتوح كانوا بيعملوا زيادات هجوميه كان بيبان الزمالك خطير جدا. بس المشكله بن شرقي بعد ما بياخد الكوره في السته وبعد ما بيستلم الكوره على الطرف بيعمل ايه بقى؟ بيدور على حد يديها له. اه يعني احنا بندور على حد، يعني الشوط الاول ما كانش فيه كوره خطيره عشان نتكلم الشوط، لا الشوط الاول كان فيه كوره خطيره وهي كوره سيف الدين الجزيري اللي لعيب شالها بدماغه، غير كده الزمالك ما ضيعش كور الشوط الاول. الشوط الثاني الزمالك كان خطير، تغييرات باتريس كالتورون اشرف بن شرقي وبعد كده عمر السعيد مكان سيف الدين الجزيري، اللي هو انت كان مفترض تبدا بعمر، لا انت عكست وبدات بسيف وغيرت بعمر في الوقت اللي انت كنت محتاج فيه سيف. تاني زي كل ماتش بيبدا بسيف الدين الجزيري عشان يلعب كرات عرضيه، مع ان سيف الدين الجزيري مش بتاع عرضيات، عمر السعيد ولا بتاع عرضيات، بتيجي انت عكسها، تنزل عمر السعيد يستغل المساحات في الوقت اللي سيف الدين الجزيري هو بتاع المساحات، نفس الكلام ده بنتكلم فيه بقالنا سنتين، وسبحان الله كل ماتش باتريس كالترون بيعمل هو نفس الشغل والدماغ اللي موجوده ما بتتغيرش، ولا فيها اي ابديت ب 2 جنيه ونص، مفيش اي تحديث حرفيا، اللي بنعمله هنا بنعمله هنا. سيف الدين الجزيري بدا هيتغير بعمر، عمر بدا هيتغير بسيف، موتيرت الماتش ماشيه ازاي مش بتاعتي انا، كده كده تغييراته بغيرها. طب شيكابالا يطلع ازاي؟ وشيكابالا بدا ان هو يكون محرك للفريق علشان خاطر اوباما بيلعب 8 في 3 4 3 وهو تايه فيها اساسا، وامام عاشور كل ما بيطلع بيلاقي ان في ارتداد سريع جدا من لعيبه سجراده، لان لعيبه سجراده بدنيا كانوا اقوياء جدا. فانت دلوقتي عندك مشاكل، عندك مشاكل ايه؟ ان نص ملعبك اللي مفترض فيه امام وأوباما يحركوا الفرقه مش عارفين يحركوا الفرقه. طب شيكابالا، شيكابالا اول ما بدا يحرك الفرقه انت قلت له شيكا محتاج تغير، انت فنان بتهرج كمدير فني، فنان بتهرج، انت بادي غلط، بادي غلط ك عمر سعيد كان المفروض يكون موجود، انت بديت بلعيب زي سيف الدين الجزيري، بادي غلط كافكار ان انا استغل سرعات شيكابالا. لو شيكابالا ازاي استغل سرعات شيكابالا في هجمات مرتده؟ مش فاهم بصراحه. حارس سجرادة طلع، اه حارس سجرادة طلع، بس برضه جاباسكي نجم اللقاء عندك، لان جاباسكي شايل لك ثلاث اجوان حرفيا، جاباسكي شايل ثلاث اجوان،
لولا ان جاباسكي كان متالق النهارده انت كنت طلعت خسران في ماتش كان مفترض انك تطلعه كسبان، في ماتش انت اون تارجت شايط اكتر وانت اور تارجت مضيع اكتر، بس مع ذلك سايب الاستحواذ لسجرادا. قيمت سجرادا غلط؟ تمام جاي قيمت سجرادا غلط، شفت ان هم اقوياء وكنت رايح مقلق منهم مش قوي، لان لعبت بدنيا مش قادره ان هي تلعب 90 دقيقه جيم هجومي معاك. حلو تقييم لعبتك ده، طب كان فين التقييم وانت قاعد سنه ونص شايف ان طارق حامد ملوش بديل وانت مش عارف تعمله بديل؟ كل المشاكل لابسك لابسك. المره اللي فاتت مرتضى عدى في ماتش سموحه علشان المكالمه بتاع ابنه، المكالمه بتاع ولاده كانت ترند والناس كلها خربت الدنيا عليها. المره دي صدقني مرتضى مش هيعدي. مرتضى بيفوت شويه اشباه مدربين، بس صدقني مش هيعدي لك. يعني انت عارف ان هو يمشيك وهو هيمشيك وجمهور الزمالك عارف ان هو عايز يمشيك، بس الازمه كلها بتكمن في الشرط الجزائي. وفي ظل كل الازمات دي كلها انت هتروح للوداد بره، لان الوداد كان بيلعب النهارده قدام بيترو اتلتيكو واتغلب، والوداد مطلوب منه ان هو يكسب الماتش الجاي علشان يكون بينافس بقوه. فانت بسم الله ما شاء الله كل حاجه بدات تهرب منك مره واحده. فمرتضى منصور هيقرر يغير باتريس كالترون ويروح يلعب بمدرب جديد قدام الوداد، هيسلم نفسه تسليم اهالي الوداد، ولا هيروح يسلم نفسه تسليم اهالي لباتريس كالترون برضه؟ اتمنى يا جماعه لو طارق حامد سليم وعنده ازمه في العقد نتكلم في الموضوع ده، انما طارق حامد لو سليم وما بيلعبش فدي مصيبه، وطارق لو مش سليم وخط نص الزمالك بيعاني كل المعاناه دي فده ذنب، ده عذر اقبح من ذنب يعني. بس احنا نرجع نقول هي كل المسائل كده، لما لعيب بيغيب الدنيا بالنسبه لنا بتبوظ. طولنا اتكلمنا كتير، بس هو ده اللي انا شفته بصراحه في المباراه. لو عجبك بقى الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فرايك واحترامه وياك ورايك شويه.